Question number 9, chapter 2 in the book of pharmaceutical calculations for Howard C. Ansell. This is a part of the syllabus of the first stage students of the Faculty of Pharmacy of Iraqi Universities. The question says that an inhalation aerosol contains 225 milligrams of metoprotectinone sulfate, which is sufficient for 300 inhalations. How many micrograms of metoprotectinone sulfate would be contained in each inhalation? احنا هنا عندنا inhalation aerosol. الانهيليشن aerosol هو بخاخ يعطينا mist of liquid. يحتوي على هذا الانهيليشن aerosol ب العلبة الوحدة تكون كافية انه تعطينا 300 inhalation or 300 puff. يعني 300 بخة. عدد الكمية الميتابروتيرنول سلفيت. الميتابروتيرنول سلفيت هي مادة موسعة للقصبات تعطى بحالات الأسمة، بحالات انقباض الأوعية التنفسية. فيحتوي على 225 ملغرام من الميتابروتيرنول سلفيت في كل 300 انهيليشن. يعني هسه المعلوم بالسؤال انه كل 300 باف او كل 300 بخه تحتوي على 225 ملغرام، يريد يعرف كميه المايكروغرام اوف ميتابروتيرنول سلفيت ان ايتش انهيليشن، يريد نعرف كميه الميتابروتيرنول سلفيت في كل باف. فنقدر نحل هذا السؤال عن طريق الايكوفيلنت ريشيوز اند بروبورشنز. الايكوفيلنت ريشيوز اند بروبورشنز احنا عندنا المعلوم انه النمبر اوف انهيليشنز بالحاله الاولى هي 300 باف. الكمية مال الميتابروتيرنول سلفيت لل 300 باف هي 225 ملغرام، فعدد الانهيليشن بالحالة الأولى هي 300 باف، والوزن اللي موجود ضمن هذه ال 300 باف the weight of metoprotectinone sulfate that is available within this 300 puffs is equal to 225 milligram. وزن الميتابروتيرنول سلفيت ضمن هذه ال 300 باف هو 225 milligram. بالحالة الثانية أنه عندنا عدد الانهيليشنز بالحالة الثانية هو يساوينا واحد، نريد نعرف كمية الميتابروتيرنول سلفيت اللي موجودة بالبف الوحدة. يعني إذا كان إحنا عندنا كمية الميتابروتيرنول سلفيت بال 225 بال 300 انهيليشن أو بال 300 بف في 225، نريد نعرف بالبف الوحدة ايش قد عندنا، فنستخدم قانون النسبة والتناسب. قانون النسبة والتناسب هو A to B is to B like C to D. The equivalent ratios and the proportions law states that A to B is to be like to C to D, such that A is directly proportional to C and B is directly proportional to D. وأيضا بحيث أنه نسبة الـ A إلى الـ B يساوي نسبة الـ C إلى الـ D، بحيث أنه الـ A يتناسب طرديا ويا الـ C والـ B يتناسب طرديا ويا الـ D. فنجي نعوض نقول أنه الوزن بالحالة الأولى إلى الوزن بالحالة الثانية يساوي لنا عدد البافس بالحالة الأولى إلى عدد البافس بالحالة الثانية. نعوض الأرقام، احنا عندنا 225 ملغرام يقابلها 300 باف، 225 ملغرام is equivalent to 300 بافس. This is in the numerators. In the denominators, الويت in the second case، الوزن بالحالة الثانية هو مجهول غير معلوم it is unknown، لكن عدد البافس هو معروف انه يساوي لنا 1 باف. فنجي نستخدم المالتيبليكيشن برودكت اوف اكستريمز ايكوال تو ذا مالتيبليكيشن برودكت اوف ميدلز، حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين، بالتالي الويت اوف ميتابروتيرنول ان ايتش باف از ايكوال تو 225 ملغرام اوفر 300 بافس، فنقسمها يطلع الويت ان ايتش باف از ايكوال تو 0.75 ملغرام. السؤال يريده بالمايكروغرام، فنحول المليغرام الى مايكروغرام نضربه في 1000، النتيجه النهائيه حتكون 750 مايكروغرام اوف ميتابروتيرنول سلفيت از افيلبل ان ايتش باف.
أيضا ممكن أنه نحل السؤال بالطريقة الآتية، نقول الـ weight in each puff يساوي لنا الـ total weight in the puffs على الـ number of the puffs، يعني الوزن اللي موجود بكل البخات اللي تم قياسها على عدد هذه الـ puffs. فبس مجرد أنه نقسم الـ 225 عدد total weight يساوي لنا 225 مليغرام، الـ total number of puffs يساوي لنا 300 puffs. فنقسم ال 225 على 300 والنتيجه النهائيه ايضا تكون 750 مايكروغرام اوف ميتابروتيرنال سلفيت ان ايتش باف. نتاكد من الجواب. سؤال رقم 9، 750 مايكروغرام اوف ميتابروتيرنال سلفيت. Thank you very much. وأتمنى أيضا أنه تساهمون وتشتركون بالقناة.